مرحبا واضح، أنا مروة زيتون، عمري 26 سنة، درست رقابة صحية وسلامة الغذاء، وهلا أنا إدارية بجمعية بنين الخيرية. مروة زيتون هي قصيرة قامة، هيك المجتمع بشوفها، بس نجحت، حققت من بعد التعب أكيد، من بعد سهر ليالي. أنا هلأ صرت حدا فخورة كتير بحالي. الدعم الأساسي لمروة هو دعم خفي أولاً أكيد، اللي هو قدرة الله سبحانه وتعالى، طبعاً هو الأول اللي هو خلق مروة زيتون وحطها بهيدي الدنيا، بس يمكن خلق معها رسالة، وأكيد دعم الأهل، هن الأهل هن الأساس، كانوا يقووني، دعموني، خاضوا معي تجربة هيدا المجتمع، كمشوا بإيدي وقالوا لي يا مروة امشي نحن حدك. وطبعاً من بعد ما تتخرجي وكمان طلعت السابعة فيها على لبنان لاختصاصي، فهوني كانت في جمعية بنين الخيرية اللي بوجه لها تحية كبيرة، آمنت فيي وقالت لي يا مروة أنت بدك تكوني من موظفينا، وأكيد هلأ صار في حدا داعم أساسي معي وعم بيقويني، وحنكفي المشوار كله مع بعض اللي هو خطيبي زكريا. مرحبا واضح، أنا زكريا الحسني من عكار، دارس محاسبة، عمري 23 سنة. زكريا تعرفنا على بعض من خلال مشروع قصار القامة باليوم العالمي لقصار القامة اللي 25 أكتوبر، فكنا عم نحضر لهذا النشاط، وأنا كنت بعرفه قبل على التلفون بس ما كان في تواصل مباشر بين بعض، فهوني كنت أنا بشوفه أول مرة، فهو على قولته يعني بيقول إنه انعجب فيه من أول نظرة، فصرت شوي شوي نحن نحكي أكثر مع بعض. فبواحد قاب الساعة 12:30 بالليل ببعث لها مسج. هيدي مجموعة بضم فيها عدة أشخاص من قصار القامة من كل لبنان، مجموعة قامتنا فخر لنا اللي هي إن شاء الله حتصير جمعية رسمية، عم نسعى في إلى عدة مشاريع اللي هي وعدة أهداف اللي هي أهداف توعوية، أهداف ثقافية اجتماعية، ومن ضمنها حبينا الرياضية. علموا أولادكم مثلاً إنه يتفهموا، يكونوا حد خيّن هذا الإنسان يلي عندهم مش بس من انكسار كامل، لا يكونوا عندهم من الحالات الاجتماعية، الحالات الخاصة، علموهم إنه يكونوا ضلن حد يساندون يساعدون. بدك تطلع لبرا وتعاش وتساوي وتعمل، بالعكس برجو للناس انه انتو قادرة، لحتى تلاقي حلمك وصل لإيدك. فالحمد لله قامتنا فخر لنا.